ضم الآن بجانبي المشارك والمشارك بقوة نايف بن عبد المحسن الراجحي. أبو عبد المحسن صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. صبحك الله بالنور وصبح الله السادة المشاهدين والمشاركين هذا اليوم الجميل إن شاء الله. الله يعطيك العافية. اليوم انطلاقة مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة وأول انطلاقة عندكم أنتم يا أهل الحمر، ومتحمسين وزيادة. كيف شفت المهرجان؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصراحة أحب أشكر القائمين على المهرجان، على رأسهم الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين والأستاذ بندر القحطاني الرئيس التنفيذي للنادي. الصراحة السنة هذه حضرنا مهرجان الصراحة فوق الخيال، اللي من التنظيم والترتيب والإبهار اللي شفناه اليوم هذا، والترتيبات والقاعات المميزة والعروض الجميلة وتهيئة المكان واستقبال الضيوف واستقبال المشاركين. صراحة شيء مفخرة لأهل الأبل ما شفناه في مسابقات أخرى مثل مهرجانات الخيول، ما شفناه في مهرجانات منافسة المهرجانات لنادي الأبل. الصراحة يشكر النادي على هذا المكان الرائع، الحقيقة نفتخر فيه ونفتخر في زوارنا اللي يجون معنا في حضور مثل هذا المكان الشرح الطيب. أبو عبد المحسن، اليوم شوط الحمر من بدري ولعته المهرجان وتنافس قوي ويعني متماسكين اليوم، كيف شفت مشاركتك اليوم وشفت الحلال اللي معك؟ والله الحقيقة اليوم شاركنا الحمد لله بفحلين من عندنا من فحول المنقية، ونسأل الله ترى منافسة قوية ومشاركين، فقط 5 مشاركين ولكن كلهم 5 مميزين. صراحة 5 الأوائل في النسخة اللي فاتت هم اللي مشاركين معنا هذا، نسأل الله التوفيق لنا ولهم إن شاء الله. راجح اليوم وش يقول للمنافسين معه؟ الأول محسوم. والله احنا ما جينا نشارك إلا على الأول، وإذا جاء الأول عندنا خير بركة، وإذا جاء عندهم أبد. احنا وياهم على ما قال منافسة واحدة والغاية واحدة. شوط الحمر الراجحي بيكوش على كل شيء؟ والله بإذن الله السنة هذه إن شاء الله مشاركين بجميع أشواط الحمر، وبإذن الله يعني حنا نطمح دائما للمركز الأول في كل الأشواط اللي ندخلها، وبإذن الله إن شاء الله هذه السنة غير بتصير في أشواط الحمر. كافة أشواط الحمر؟ كافة أشواط الحمر إن شاء الله. واليوم شارك بفحلين، يعني فيه نية لشداد ولا لا؟ بإذن الله إن شاء الله فيه نية، يعني شداد منتهي إن شاء الله؟ بإذن الله إن شاء الله.